عودتي الى هيلهايم. ربما السنجاب يعرف. اريد التحدث معكما في الحال. قلت في الحال. يا سادة، اعتذر عن لهجتي الفظة، لكن ما حدث مؤخرا في هيلهايم امر غير مقبول. لابد أن أصر على أن ترقي أسلحتك إلى أحدث طراز، ثم تصلح هذا الوضع دون مزيد من التأخير. ولا تحاول إفساد الأمور. ألن تقوم مثلاً بتوبيخي؟ لا، لقد ارتحت لأنك بأمان. حسناً، واو، ربما يجب أن أهرب بعيداً. أترياس. أمزح، معذرة. إذن من أين جاء الرمح؟ روك صنع من دروب نير. ما هذا؟ إنه خاتم. لكن ما قصته؟ لا أعرف، لم تكن هناك لتسأل. إنه خائف، كان مقيداً لفترة طويلة. اليائس هو أكثر المخلوقات خطورة. أعرف. هيا لنعبر قبل أن يفتح شقوق عوالمي أكثر. أطلب منك أودن تحرير المخلوق. ماذا؟ لا، لما؟ ألست تعمل معه؟ الأمر ليس هكذا. أيا كانت وعوده، هو ليس محل ثقة. لا أثق به، لكن لدي شيء أحتاجه. إنه أمر يصعب شرحه. علينا الصعود، لكن الجديد يعيقنا. سأتولى هذا. الريح من جناحيك. تعمل لصالح أودن، قلت إن الأمر يصعب شرحه، لما؟ أريدك أن تثق بي. لا أملك الحق لأطلب ذلك، لكن هل هذا ممكن؟ ما الذي تحتاج منه؟ لما لا تخبرني؟ الأمر معقد. ماذا عنك؟ لما السلاح الجديد؟ ظننتك لا تريد أن تحارب. هذا صحيح، لكن الأمر معقد؟ لا
لكل منا أسراره، أحياناً تكون الطريقة الوحيدة لحماية من نحبهم. اطمئن بشأن أودن، لن أعود إلى هناك. هذا خبر جيد. شق عالم، غرم كان مشغولاً. أظنني أفهم كيف أغلقت فيا واحداً. أبق الأعداء بعيداً. سأفعل. علمني باستعدادك. لو تتبعنا جنود حيل إلى أعلى سنجد جار. لا صوت. لا صوت. ريفا. لا صوت. كذلك أنا والدك، سأساندك دائما ما دام بمقدور ذلك. حسنا، هذا أيضا كلام جميل. قل لي، ماذا كنت تفعل في أسكارد؟ كنت أترجم بعض الأشياء لأودن. كان لديه قناع وجده، وأيضا شق سحري مرتبط به. إن الأمر معقد. أجل، لكن قابلت أشخاصا في عمري، كونت صداقات، أعتقد ما زلنا أصدقاء. لا تثق بالموالين لأودن. الثقة ليست سيئة دائما. هذا يؤثر على قرارك. ربما، لكني سئمت الوحدة. أتريس، أنا. فلنركز على فتح هذه البوابة. حسنا. رفع البوابة يعطل الترس. أوكا. هل لا نستخدم السكانية الجديدة؟ يمكنها ربط العناصر. أوكر. أجل. آخر. جهة اليسار. ها هو
فولكر انتبه. هيا يجب أن نوقفه، هذا كله خطأي. أرى شقا في العمود يمكن أن يناسب روحك، لكن نحتاج زاوية أفضل. حسناً، لنواصل الحركة. أريدك أن تشعر بالوحدة، لكن قرارك بالذهاب إلى أسغارد ساعدني على الفهم. لا يريد أودين راجناروك، أعلم أنه لا يمكن الوثوق به، لكن احتجت مساعدته ولا يمكنني السماح بحدوث راجناروك. كنت لأساعدك. أعلم، لكن لحظة، ها هو. لا بأس يا فتى، لا بأس، فقط اهدأ. مهلا، نريد فقط.
سنعبر من هنا. إذا أراد أودن القتال يا راجناروك حقاً، فنحن على وثاق. حقاً؟ لما ذلك الرمح إذن؟ لحمايتك. أليس لديك أسلحة أخرى؟ ماذا يفعلون هنا؟ إنهم موتى. أوه، أجل، رأي سريع. أوكا. رحالة، أكره محاربتهم وهم أحياء. أنمي فازت على شيء متوهج. إذا كنت لا تستعد لراجناروك، فلماذا هذا الرمح؟ شاركت ما لدي، والآن دورك. الأمر مختلف، أنا والدك. أنت تعرف هذا السؤال؟ أوكا! لن تنفع السهم السحرية هنا. سهامي ستثبت في الكشب بالأعلى. أوكا! ربما بضع سهام سطح. هناك. هيا بنا. اقتربنا. عدني أنك لن تقتله، حسناً؟ لا أعطي وعوداً، لكن سأحاول أن أقتل الوحش. ضربة من اليمين. Whoa!
لا طريقة للتقدم، لكن هناك شق في الجدار. أسيكفي رمحك؟ ما خطتك؟ أنا أرتجل نوعا ما، لكنك لا تتحدث عن جارب. لن تفوق أودن دهاء. نجحت بالفعل. حقا. ماذا الآن؟ سأحاول ترويضه. ترويضه؟ أكيد، روضت ذئابا من قبل. حسناً، سأشتت انتباه جارب. جمد بالفأس السلاسل أو حتى لا يهرب واربطها بشيء ما. إنها خطة جيدة، لنتحرك. أنت بخير؟ كدنا تحولك. أعلمك أودن التحكم فيه. لا، لن نعتمد على ما علمك. سنتبع طريقتي من الآن. لما لم ينجح ذلك؟ لم تخطئ عمدا، صحيح؟ الآن من يخطئ؟ آسف، لم يكن عدلا، فقط أعتقدت أنها ستنجح. صبرا، سنجد طريقة. علينا الصعود إلى الحافة، لكن كيف؟ هل ترى؟ أوه، لما لم أفكر في ذلك؟ لا يكون الحل واضحا دوما. احذر فوقك. أبطئها سهامي.
واو، يبدو باردا. أعتقد أني أسمعه. سنتبع طريقتي الآن. أعتقد أن طريقك تعني. يعني ما تظنه يعنيه. ألا نجربه؟ لدينا القوة للحد من ضرر هذا المخلوق، سنستخدمها. حسناً. Oh!
انتهى الأمر. أتمنى لو لم ينتهي الأمر هكذا. كان تحرره وموته خطأي. أحياناً لا سبيل آخر. أعرف. أنا أعود للديار الآن. أترياس. أعرف، لم أفكر بالأمر كثيرا. ها، مغلق آخر. لن تبقى مفتوحة. الترس خلف البوابة. لا بد من طريقة لتجميده. صحيح. السهام السحرية لن تنفع. هل لديك فكرة؟ يمكن لسهامي السحرية نقل الثلج إلى الترس. لن تنفع السهام السحرية. هذا لن يجدي. ماذا عن الأثقال الموازنة؟ ستنقل الثلج. أثناء غيابك استعنت بالنورانات. أخبرني أن هايمدل كان ينوي قتلك في أسغارد. هايمدل؟ النورانات؟ ظننتك لا تؤمن بذلك. إذا لم نجد، فسيستمر الموت في غزو العوالم، وستنهار. تعلم تهدئة عقلك. أنا أتصرف أفضل في الفوضى. ماذا تعلمت أيضاً؟
الثقة أساس العمل الجيد. تسمع؟ أين هو؟ احترس! أنت بخير؟ أجل، هيا. أنا مجددا. استخدم رمحة، لديه نقاط ضعف. أصبت. هاجم النقطة في عنقه. أتراها؟ يكفي هذا. علينا إيجاده. هيا. لقد جاء من هنا لنجد طريقة أخرى للصعود. ماذا فعلت؟ في المنزل. التعويذة التي ألقيتها عند موت فينرير. لم أعرف حينها، لكنني وضعت روحه بالخطأ في سكيني. الأرواح قوية فاعتقدت أن روحه تغير طبيعتها. أجل، لنرى إذا نجح الأمر. عندما وجدتك في ميدغارد قبل مهاجمة فريا، قلت إن عليك حمايتي. لما؟ رأيت نبوءة. كنت بين ذراعي. رأيته أيضاً في يوتنهايم. ماذا؟ أكنت تعلم؟ لهذا كنت تدربني كثيراً. يوم ما سيكون عليك النجاة من دوني. لن يحدث. لن أسمح بذلك. لن أفعل. لكل رحلة نهاية. ليست لنا. ليس هكذا. Mm-hmm.
بخير. آسف لإيذائك. انتهى الأمر. أعدك. فين؟ هذا أنت؟ فتى مطيع. أجل، وأنا افتقدتك. لم أدري أنه سينجح. نجحنا. اجلس. كيف يعقل هذا؟ سحر العمالقة. تعلمت أشياء في آسغارد. الأمر ليس هكذا. أسرار أخرى. لا، وعد. وعد أؤتمن عليه كما عهدك لأمي. أترى حين تثق بي؟ اذهب. انتهى الأمر. علينا إبلاغ الآخرين وتحديد خطوتنا التالية. إذن عندما أخبرتك إلهات النورانات أن هايمدل سيحاول قتلي، هذا الغرض من رمحك، صحيح؟ صحيح. هايمدل أحمق، لكن لم تعد كسابق عهدك، صحيح؟ قاتل آلهة؟ لا تريد الحرب. لا، لكنني سأفعل ما يلزم لحمايتك. رائع، إنه مفتوح. نستخدم الأسهم السحرية لتجميد الترس. أوكف. بالمتنبئات، فلما تهتم بما يقول؟ عندما يتعلق الأمر بحياتك لن أجازف. انظر، إنها هريسفيلغر. علينا التحدث إليها. يفترض أن تفتح من الأساس. ليست مخطئة. ما الخطب؟
أشعر أنني أتصرف كسابق عهدي. غاضب، مرتاب معك الآن ومن قبل. أنا من أبعدك. بدونك لا أصبحت متهوراً. ثقتي مفرطة، أقوم بأخطاء حمقاء، لا أعرف لما كنت سأفعلها وحدي. كنت محقاً. لا، في رحلتنا معاً أصبحت محارباً جديراً بهذا اللقب. أنا من لم يكن مستعداً. لا تعود لطبيعك القديم بسبب عدم وجودي. لنتواعد. سأستمع إلى صوتك في رأسي عندما تغيب لإرشادي، فلتفعلي المثل. حسناً، أريد أن تكون بخير بدوني. أتريوس، أنا آسف. لا تتأسف يا أبي، كن الأفضل. هيا للمنزل. ما كتب علينا يمكن تغييره. أتتذكر؟ يجب ألا ندع النبوءة تحدد خياراتنا. إذن سنصنع أقدار بأنفسنا. أأردت الاهتمام بشيء قبل العودة إلى سندري؟ لا، أولاً نستعيد ميمير، بعد ذلك يمكنك إخبارنا بما عرفته في أسغارد، وبعد ذلك سنرى. تعتبره أخاً حقاً. ماذا عن فريا؟ يبدو أنها انتقلت إلى منزلنا خلال غيابي. فور توجيهها كراهيتها نحو أودن مجدداً، أدركت أن اهتماماتنا واحدة. حاولت إقناعها بذلك، لكن... متى كان ذلك؟ قبل إخبارك بمكاني خلال الليل. فهمت. مهلاً، لم تقتلني. لم أقل شيئاً.